الجولة الأولى كابتن تحكينا عن أهم مجريات اللقاء، بعد ذلك نتلقى الأسئلة من الزملاء الصحفيين. تفضل كابتن مولود. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نهني أول شيء الشعب الفلسطيني على الفوز. الرياضة الفلسطينية اتحاد الكرة على رأسها أخينا ورامي اللي عمل لي كيف عنده وقت سنة وعمل لي كيف شكرا كثير. وثاني شيء يعني هبطت لأوزباكستان. نهدي الفوز خاصة عندي إن شاء الله.